ولو بس عايزه اعلق سريعا قبل ما نختم على الجو الجميل ده اللي احنا ورا الشتاء، يعني انا مبسوطه جدا ان الاجواء ابتدت كده تبقى شتويه رغم ان لسه درجات الحراره مرتفعه، بس جميل المنظر اللي احنا طبعا شايفينه. ولو شويه مطر بقى الجمال يا رب، او رعد او الحاجات دي باذن الله تيجي قريب معانا. شوف حضراتكم، نشكركم على متابعتنا النهارده، حلقه جديده بكره ان شاء الله.